صحيفة العرب الجديد سلطت الضوء على ارتفاع الأسعار جراء الأزمات التي تعاني منها قطاعات النقل والجمارك والموانئ. وقالت الصحيفة إن حدة المطالبات في اليمن بحل مشكلة النقل التي تستمر في التوسع والتفاقم ارتفعت ملقية بتباعات وأعباء جسيمة على الأسواق المحلية والمعروض السلعي وتكلفة البضائع المستوردة وسط موجة غلاء جديدة تشمل مختلف المواد الغذائية الأساسية. بحسب الصحيفة فقد كشف القطاع التجاري الخاص في اليمن عن رفع تكلفة الجمارك الداخلية في اليمن لتصل إلى 100% على البضائع المستوردة من ميناء عدن أو غيرها من الموانئ في المناطق الجنوبية والشرقية والتي تصل إلى مناطق الشمال، كما يتم إجبار المستورد أو التاجر على التعهد بعدم الاستيراد من ميناء عدن مرة أخرى. ووفقا لصحيفة العرب الجديد فقد دعا تجار ومسؤولون في القطاع الخاص جميع الأطراف في اليمن إلى إيقاف حرب الإجراءات، فحين خفت أصوات الرصاص والمعارك تعالت أصوات الإجراءات والتضييق على القطاع التجاري وعلى حركة وتدفق السلع بين المحافظات والمدن، مشيرة إلى أن بعض التجار أكدوا أن هناك نقاطا للجباية استحدثت لتحصيل الأموال أثناء انتقال الحاويات من الرصيف إلى بوابة الخروج في الموانئ، إضافة إلى احتكار النقل البري وارتفاع رسوم الأرضية وغرابات التأخير.